اهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم هذا الدفق الصباحي الحي. طبعا باختلاف الانسان واختلاف البيئه بالتاكيد حيكون في اختلاف، والاختلاف ده ما يميز الشخصيه عموما، سواء كان الشخصيه السودانيه او الانسان في على وجه هذه البسيطه. فواحدة من القيم الإنسانية الأصيلة خلينا نعززها ونستمر فيها، إنه نقبل الآخر بكل تفاصيله، ما زي ما نحن بنتمنى نفصل على حسب رغباتنا. نعم، والإنسان خلق يعني باختلاف مختلف، وما شعوب أو ما البشر إلا شعوب وقبائل مختلفة، والاختلاف سنة الحياة. ولما نقول إنسان مختلف ممكن يكون بيختلف عنا، نحن نختلف عنه، ما بيشبهنا في تفاصيل كثيرة جدا أيا كان نوعه، سواء كان الجنس، اللون، المعتقد الديني، التوجه السياسي، الفكري، وغيره من الاختلافات المختلفة. طيب لما اتقبل الاخر معناه شنو؟ احترمه واحترم مفهومه واحترم توجهه وغيره. هنتكلم عن احترام الاخر بصوره اوسع واعمق مع الاستاذ عماد الدين ادريس محمد، رئيس مجلس اداره منظمه الفجر الواعد للتنميه. اهلا ومرحبا بك استاذ عماد. اهلا بكم على جميع المشاهدين على ربع الوطن في هذا اليوم الجميل، يعني ونحن نستنشق في هذه الايام روح المدنيه والتحول الديمقراطي. بالتأكيد يعني نحن نكون في حاجة ماسة جدا لقبول الآخر وتقبل الآخرين. يعني أهلا بك أستاذ عماد. كان الشعار بتاع حملات المبادرات عموما حلمنيه، وقبل المعرض خرطوم الدولي نسخة دي كانت حلمنيه. فالبناء يبدأ بالإنسان، قبول الآخر، خلينا نقبل نفسنا في المقام الأول، نصالح مع ذاتنا والسلام الداخل والكلام الكثير ده. فكيف نقبل نفسنا قبل ما نتقبل الآخر اللي هو الإنسان؟ قبول الآخر دي حاجة كبيرة جدا، وإرث عندنا هيك السودانيين وحتى كالمجتمع البشري بصوره عامه مترصق على عندنا في 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 الشعب السوداني. لكن لو جينا مسكنا في البدايه قلنا والله يا اخي قبول الاخر، دي واحده من المقومات الاساسيه للحداثه، والحداثه دي بدات اليوم زي تقريبا 150 سنه، العالم كله بيتكلم عن الحداثه وقامت عليه، ومبنى مبدا تحت القبول الاخر والتسامح وكل القيم الانسانيه الكويسه. لو جينا مسكنا قبول الاخر، لو قلنا نعرف مثلا كلمه الاخر بانه يعني الزول المختلف معي، مختلف من حيث البشره، من حيث المعتقد الديني، السياسي، الاطروحات الفكريه، الثقافات، البيئات، بكلها. لما نيجي نشوف كلمه قبول معناتها احترام، يعني لما نقول والله يا اخي قبول الاخر، اذا انت تحترم الزول، تقدره وفقا للمعطيات اللي هو عندي له. ما معنى ذلك بانه والله خلاص انا تقبلت فلان، ما خلاص انا حازوب عنده، لكن انا بتقبل الزول عشان ما نحقق حياه كبيره جدا، خاصه زي مثلا السنين احنا بنعيش في السودان في وضع بنقول والله السودان الان في مفترق طرق، يعني في مشاحنات، في بعض الاراء من هنا وهناك. الناس ممكن تتجاوز الكلام ده اذا تقبلت الاخر ويتقبلنا بعض عشان ما نحقق الاستقرار ونحقق الوئام والتعايش السلمي. نعم، يعني لأن السودان هو زي ما ذكرت بلد واسع وشاسع فيه عدد من القبائل المختلفة، بالتالي قبل الآخر عملية مهمة جدا، ويمكن واحدة من الركائز اللي يعني ركز عليها الدين الإسلامي. نتكلم شوية عن تقبل الآخر من مفهوم الإسلام. قبل الآخر في الإسلام، الإسلام طبعا جاء ما متعارض مع اي دين، ما متعارض مع اي تنوع بشري، وخاصه لو لاحظنا لو بدينا من بدا الخليقه، يعني ابليس رفض يسجد لسيدنا ادم، ده كان نوع من الكبرياء، ودي بنقول الله يا اخي طوالي اي ذل عكس قبول الاخر معناته في رفض للاخر. الرفض ده عنده بعض الصفات، يعني بيقول الله يا اخي الرفض ده ممكن يكون كبرياء، ممكن يكون حسد، ممكن يكون خضاع بكلها. لكن بعد ذلك بنجي نشوف في الدين الاسلامي في صدر الاسلام، الرسول كان عمل وثيقه بتاعت وثيقه المدينه، وثيقه المدينه دي بقت حاجه اساسيه جدا، حتى الناس بعد مرور 1400 سنه بقوا يتم تدريسها، وبعد ذلك حتى كل المفاوضات بقت تنبني عليه. فكان في بدايه لما كان الوثيقه طبعا اتضمنت التعاون ما بين المسلمين ما بينهم بعض، وبعد ذلك ما بين المسلمين وبين اليهود والديانات الثانيه الموجوده. فالجزئيه اللي كان مختص بالمسلمين كان كتب في بيت انس بن مالك، واللي بيتعلق بالمشركين واليهود وباقي الديانات الثانيه كتب في بيت واحد من اليهود. فده برضو ادى احساس بانه والله يا اخي الرسول هو في اللحظه ذاك
فاسد لحاجه مهمه جدا اللي هو نفسيات الناس، نفسيات المسلمين. يعني المسلمين دي لو كان قالوا الله يا اخي مش يكتبوا الوثيقه دي كلها في بيت بنت الحارس، لانه يهودي كان حيرفضوا. وبنفس الطريقه اليهود لو كان قالوا الله يا اخي الوثيقه دي كلها تكتب في بيت انس بن مالك ممكن يرفضوا. ودي بيجي دايما البشريه الان ملاحظه في كل جولات التفاوض، مثلا يقول لك الجوله الاولى كانت في مدينه، الجوله الثانيه في مدينه، دي كلها عشان يقوموا يرضوا ويلبوا طموحات الاشخاص. ده كلام طيب. طيب معروف الان قبول الاخر وضعت له قوانين يتعلق بجانب الحريات الانسانيه او التعايش او غيرها على مستوى العالم، لكن قبل ذلك هي منهج ودستور في القران الكريم والسنه النبويه. لو تكلمنا عن قبول الاخر في هذا المجتمع السوداني الواسع في ظل الفتره اللي بنعيشها الان ما يتعلق بعمليه السلام واحلالها، كيف نتقبل نفسنا بما أن الثورة ذاته هي جمعة الناس وعاء القيادة العامة هو كان جامع لكل الناس، ما شفنا داء عنصري ولا داء جهوي أو كذا أو بيتميز بقبيلته أو كذا، الناس دي كلها كانت تحت راية وطن واحدة هو اللي هو السودان. كيف نبعد الآخر اللي هو دائما يريد زعزعة الاستقرار أو نجذب أنه نعلمه أنه كيف يتقبل نفسه في المقام الأول عشان ينشر ثقافة قبول الآخر؟ طبعا نحن بنقول الله ثورتنا دي ثورة بتاعت وعي وصورة سلمية شحذت لها العالم كله. بعد حتى الناس ذهبوا لأكثر من ذلك، قالوا الله يخلي الثورة دي بعد الثورة الفرنسية، لأن الثورة الفرنسية كان شعارها حرية مساواة، حرية مساواة رخاء، الثورة بتاعتنا حرية سلام وعدالة. فحتى في المعاني، ودي معاني كبيرة جدا، لكن قبل ما تتقبل الآخر مفترض الزول يقبل نفسه. نعم. تقبل ذاتك، أنت لو قبلت ذاتك، لو أنا قبلت ذاتي وقبلت نفسي، بعدين من الطبيعي جدا حقدر أتقبل الآخر. لانه انت لو ما قبلت نفسك، لانه نفسي دي يعني في حياة كثير جدا عمار بالسوء، فانت لو ما قبلت ذاتك، لانه قبول الانسان لنفسه وذاته ده بديه الامكانيه بانه هو الله يقوم يقدم للاخر، وانت لما تقدم للاخر معناته اذا انا مكتفي ذاتيا فبعدها اقوم اقدم للاخر. يعني يعني معلش يا لينا في سؤال عايم، السؤال بتاعت ما يريد زعزعه الامن في السودان، احنا نتكلم عن مرحله بتاعت بناء وتغيير، كيف ممكن نجذبه انه هو يتقبل نفسه ويتقبل فكره التغيير اللي حصلت والسلام اللي حيعم البلد، انه هو يريد دائما زعزعه الامن برسائل ممكن تكون موجهه. ف ده طبعا محور كبير جدا، لكن احنا اذا وحدنا كشعب سوداني بعدين ما بندي فرصه للزول الثاني. طيب. ولا كمان الزول الخارج مثلا، حتى لو كان من في داخل السودان عنده بعض الاجنده الثانيه، ما بقدر يزعزع الامن ولا كمان حتى يعني يخرب لنا صورتنا الصوره الجميله دي. برضو واحده من الحاجات الكبيره جدا قبل ذكرت، اقول والله يا اخي مهم جدا الزول يتقبل الاخر من حيث فكره، من حيث الديانه بتاعته، من حيث اطروحاته، الركائز الاساسيه. الركائز الاساسيه دائما اقول والله يا اخي انت لو تقبلت الاخر في زي في فوائد عديده جدا. اول حاجه بتسري معلوماتك، بتسري المعرفه بتاعتك، بعدك بيخلق لنا حياه ترابط قوي جدا، وفي تنسيق ما بين بينك السودانيين ولا كمان بين المجتمعات بصوره عامه. الحاجه الثانيه، انت لو قبلت الاخر، وبالتاكيد المجتمع السوداني متنوع، الاعراق، الاديان، اكثر من 570 قبيله، فدي كلها دي مفترض ان احنا نديرها التنوع ده بطريقه كويسه جدا يحقق لنا شعاراتنا الختيارات الثلاث شعارات اللي هو حريه وسلام وعداله. نعم. يمكن استاذ عماد مجتمعات عديده قامت مبادئها على مفهوم قبول الاخر، وده كان سبب في نجاحها. هل ممكن احنا نضرب مثل ببعض النماذج؟ يس، يعني قبول الاخر ده بقى مبدا اساسي، وحتى من بعد الحرب العالميه الثانيه في 48 لما الناس الخواجات اللي وضعوا ميثاق حقوق الانسان، وضعوا حقوق قبول الاخر مبدا اساسي. بعد ذلك جت تطور لاحقا في 95، ضمنوا من ضمن من ضمن المبادئ الاساسيه في قضيه التسامح، بقى حاجه اوليه. فبقى العالم كله يحتفل كل عام يوم 16 نوفمبر باليوم العالمي للتسامح وقبول الاخر. ده بيقودنا والله يا اخي، دي قيمه انسانيه. وانا قبليها بقول الله يخلي قيمه السودانيين، لانه هنا كسودانيين الدويلات دي كانت في دويلات كثير جدا في السودان قبل ما السودان يكون بالشكل الحالي ده. فنحن يعني اسرينا المجتمع البشري قبل ما هم يفكروا في عزبه الامم وفي المجتمع الدولي بشكل الحالي. لكن دي برضه ما بيمنع من الله يخلي في حصل غبار، انا مرات بقول والله غبار
الغبار ده هم محتاجين ننفض على الغبار ده على القيم الانسانيه بتاعتنا والقيم السودانيه الموجوده. بعد ذاك نقوم ننهض. من الدول الكبيره جدا الهندي جام زعيم غاندي كان بيقبل الاخر بغض النظر عن اي انتماء. الانتماءات ذكرناها سابقا. ايضا رواندا مرت بتجربه بتاعت صحيح. حرب اهليه في 94 صعبه جدا يعني 800 الف قتيل في غضون زمن بسيط جدا، لكن بعد ذلك هم خطوا من عالم قيمه القبول الاخر ده والتسامح كقيمه اساسيه. وحتى هم عندهم في ادبياتهم يقولوا والله يا اخي نحن ما بنسامح وبنقبل الاخر لكن ما بننسى. جميل، فده قيمه عظيمه جدا يعني. ان شاء الله نمتد على اثر هذه المجتمعات التي نهضت في البلاد، ليس فقط قبول الاخر، ان تقبل الاخر خارج بيئتك، نقبل بعضنا في بيتنا في حواراتنا وتفاصيلنا الكثيره. خلونا بقبول الاخر دي نرجع صينيه الغد اللي كانت فيها كثير جدا من التفاصيل نحكي فيها عن تفاصيل اليوم. كثر خيرك استاذ عماد الدين ادريس محمد رئيس مجلس اداره منظمه الفجر الواعد للتنميه، شاكرين ومقدرين. شكرا لكم جزيل الشكر. نتواصل اكيد مع كل مشاهدينا وانتهت الساعه الاولى من صباح الشروق. ساعه ثانيه بعد الفاصل، كونوا معنا.